للوقوف مشاهدينا حول هذه المادة، تعديل قانوني يسمح بإدانة من يتلفظ بكلمات خادشة للحياة، الحبس مع غرامة مالية بين 50 و 100 ألف دينار جزائري، والحبس بين 2 شهور و 6 أشهر. يلتحق بنا عبر الهاتف أستاذ القانون بجامعة الجزائر أستاذ منير قتال. مساءك سعيد سيدي. مساء الخير، تحية طيبة أستاذ رضا، وتحية طيبة لكل مشاهدي قناة نهار. شكرا، تحية متبادلة لك أيضا أستاذ منير. إذا تعديل قانوني يسمح بإدانة من يتلفظ بكلمات خادشة للحياة بالأماكن العمومية. بداية دعنا يعني نتطرق في هذا الموضوع نقطة بنقطة، إلى أولا قضية ما رأيك في هذا التعديل، كيف تقرأه؟ هذا التعديل نثمنه بقوة على أساس أن قانون العقوبات قانون عام، قانون يتطرق في المشرع إلى الجريمة بكل أنواعها، سواء كانت جرائم واقعة على الأشخاص أو الأموال، كما يتطرق في المشرع إلى عقوبات ويفرق المشرع بين العقوبات الأصلية والتبعية. وفي الآونة الأخيرة تعالت صوت الجزائريات والجزائريين بخصوص جرائم أغلبها تتمحور حول السب والقذف والتشهير، والمشرع من خلال هذا التعديل قد أعطى من خلال نص مادة جديد وهو 333، قد أعطى حماية خاصة للمكان العمومي على أساس أن المكان العمومي قد يعني قد تحدث فيه الحركية، وقد تحدث فيه كذلك نوع من المشادات والمحادثات بين الأشخاص إلى غير ذلك. ولكن بالنسبة لهذه المادة نحن كقانونيين لابد أن نسلط الضوء على كل مصطلح، لأن حكمة المشرع في غاية الأهمية من خلال قانون العقوبات، لأنه قانون سيادي ويهتم فيه المشرع أكثر بفكرة الردع، ويهتم فيه المشرع كذلك بفكرة التدابير الوقائية، لأنه السب خاصة أنه في الآونة الأخيرة قد شهدنا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن المشرع قد أعطى نوعا من المكان العمومي أساس أن السب بما من الجرائم تعاقب عليها العقوبات. وبالتالي أعتقد بأن المشرع الجزائري قد مكن وقد للمتلقي والمتأثر من هذه الجريمة حماية من نوع خاص، على أساس أنه السب عبارات يخدش الكرامة الآدمية ومشينة للحياة، وبالتالي المشرع قد أعطى نوع من الحماية بالنسبة للمتأثر من هذه الجريمة حتى يستطيع أن يقدم شكوى إلى الجهات القضائية المختصة. وبالقراءة العابرة لهذه الفقرة، نحن قلنا قبل قليل نثمن ما ورد فيه، ولكن بلغة أخرى حتى نوازن بين الشاكي وبين كذلك الذي توجه إليه أصابع الاتهام، من المفروض المشرع كان يكون دقيقا حتى يكون دقيقا ويقع عيب الإثبات على الشاكي، لأنه قضاء الجنح هو قضاء يستند فيه المشرع إلى الأدلة الدامغة. صحيح. وإلى كل حتى نعزز ثبوت هذه الجريمة بكافة أركانها، سواء تعلق بالركن المادي والذي يركز فيه القاضي قاضي الموضوع على أن الوسيلة التي أتاها المشتبه فيه، لأن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وسيلة مهمة للربط بين العلاقة السببية وبين الوسيلة وبين النشاط. لكن أستاذ منير دعنا نسلط الضوء أكثر وأكثر. لما تقول المادة بأنه كل من يتفوه أو يتلفظ بكلمات خادشة للحياة، ألا ترى بأن هنالك غموض، خاصة إذا ما تعلق بالتفاصيل وتوضيحات أكبر بخصوص التلفظ؟ لأنه اليوم نعرف أنه في الأماكن العامة الشخص قضية خدش الحياة ما هوش فقط بالتلفظ، ولكن حتى بعض الرموز موجودة تدل على خدش للحياة أيضا، أو عن طريق الإشارات يقدر إنسان يتلفظ عليك بكلمات مش شرط باللسان ولكن عبارة عن رموز. كيف يتعامل القانون وهذه المادة مع هذه الفئة أو هذا الصنف بالتحديد؟ هذه المادة في اعتقادي كرجل قانون وكمحامي ممارس للعمل القضائي اليومي تقريبا، هذه المادة وجب من السلطة إعادة النظر فيها. نعم. على أن هذه المادة مفاهيمها غير مضبوطة المعالم، خاصة
أن هناك يجب التفريق بين السب العلني الذي فيه مباشرة بأي وسيلة كانت وهو موجه للجمهور بالنظر إلى العبارات المشينة للحياة وخدش الكرامة الأدمية، ووجب التفريق بين السب الغير العلني خاصة عبر طريق الهاتف، خاصة عبر طريق منصات التواصل الاجتماعي، حتى نكون منصفين بين الردع حتى نقلل من هذه الجريمة التي أصبحت تشكل خطرا على شبابنا خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبين أن المتهم لديه كل الضمانات من خلال الدستور الجزائري الذي يكفل حقيقة حماية الذي يكفل حقيقة أنه يكون دفاع لهذا المتهم وضمانات المحاكمة العادلة بكل أريحية وبكل حرية. وبالتالي هذه المادة لو يتم المصادقة عليها من طرف السيد رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد سنكون هناك أمام صعب تطبيق هذه المادة. نعم. النيابة العامة الذين يوجهون ويفتحون تحقيقات ضد المتورطين في إتيان السلوكيات. هو الأستاذ منير، هو ربما المشكل والقضية هل يعتبر مثلا في حال ما التلفظ بكلمات خادشة في الحياة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أيضا، هل يعتبر الفضاء الأزرق أو التواصل الاجتماعي عموما يعتبر من الأماكن العامة؟ يجيب يا وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا وسيلة من الوسائل. وسائل التواصل الاجتماعي في قانون العقوبات تعد وسيلة هامة من الوسائل التي يستند عليها القاضي كدليل إثبات من أجل تعزيز الجريمة في شخص المتهم. ولكن من خلال هذه المادة بالذات يجب أن نفرق بين السب وبين القذف وبين التشهير العلني والغير العلني. فالمشرع حتى يخرج من هذه اللبس ومن هذا الغموض وجد أن يقوم في هذه المادة من خلال فقرتين أو ثلاث فقرات بين الجريمة التي نثبت فيها السب العلني بواسطة أي وسيلة كانت، سواء كانت وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، وبين السب غير العلني خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي التي يفسر منها ليس سبا وإنما يفسر منها قذفا، لا سيما أن المشرع قد حصر العبارات التي تخدش الكرامة العلنية، ولا سيما أستاذ رضا بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد تؤثر في نفوس المتلقين تأثيرا كبيرا وقد تخلف أضرارا بالنسبة لشخص الذي يشتكي من هذه الجريمة الشنعاء. جميل. الخلل ليس موجود في الردع، الردع نحن نثمن بقوة ما أكده السادة النواب وما أكدت السلطة بخصوص الردع وبخصوص العقوبة التبعية التكملية بالنسبة ل 100,000 دينار جزائري. يجب فقط حتى نكون منصفين. نعم. وحتى في العبء حتى على السادة وكل الجمهورية خلال توجيه أصابع الاتهام للمتورطين في هذه الجريمة وجب أن نقع عبء الإثبات، أن يقع عبء الإثبات على شخص الذي يشتكي من هذه الجريمة، ووجب تحديد الوسائل التي يأتيها الجاني في نصف المادة خاصة مواقع التواصل الاجتماعي. وهو ما أردت يعني الآن أن أسألك أستاذ منير قضية آليات التنفيذ، ونجد بأنه في صعوبة لإثبات الجرم في أماكن عمومية، شخص يتلفظ على شخص آخر بكلام خادش للحياة، من الذي يثبت ذلك أو يثبت هذه التهمة، ومن الذي يقوم بداية بتوقيف المجرم ويطبق أو من ثم التطبيق، نتحدث عن تطبيق هذه الآلية في ظل وجود دلائل ووجود قرائن لغير ذلك؟ آليات تطبيق وتنفيذ هذه المادة يصعب تطبيقها. لماذا؟ للأساس القانوني التالي، على أساس أن المشرع لم يوضح طرق الإثبات التي يقع عبئها على شخص الشاكي الذي يذهب ويلجأ إلى العدالة، تبدأ اللجوء إلى العدالة، يلجأ إلى السيد وكيل الجمهورية أو إلى الضبطية القضائية من أجل تحريك الدعوة العمومية بناء على شكوى تلقاها من طرف أحد الأشخاص في الأماكن العمومية. المكان العمومي محمي بقوة القانون ونحن نثمن هذه القراءة، ولكن القراءة الثانية التي تفلي تجعل أغلب المتهمين يفلتون من العقاب وهو يتعلق بطرق الإثبات، لخاصة أن قضاء الفنح ما هو ميزته يتجلى بالطرق والأدلة الدامغة في تعزيز الجريمة من أجل ثبوتها. لا، نحن لا نناقش الأركان المادية التي حصرها المشرع في نصف المادة، الأركان المادية ممتاز، أن نناقش فقط طريقة الإثبات وما يناسبه من الوسائل المذكورة في صلب
بالتالي لا يستطيع أحد الأشخاص أن يقيد شكوى بناء على السب بأي وسيلة كانت، وهو لا يمتلك دليل إثبات، خاصة أن قاضي الجنح يستند في الشكوى إلى أدلة الإثبات الدامغة، ومن بينها شهادة الشهود، الوسيلة التي تحصل عليها الشاكي جراء اقتراف المجرم أو المشتبه هذه الجريمة، لأنه أستاذ هذه الجريمة قد انتشرت انتشار رهيب. صحيح صحيح. في الآونة الأخيرة نحن ما نتمناه من البرلمان بصفته لديه كل الصلاحيات من أجل تشريع هذه المادة ومن أجل إعادة النظر فيها، ربما المجلس الأمة يعيد النظر فيها، هو فقط أن يركز بين ثلاث فقرات أو فقرتين، السب العلني والسب غير العلني، ويركز ويفرق بين السب والقذف والتشهير، حتى يكون المواطن الجزائري في كل أريحية ويذهب إلى العدالة من أجل الحفاظ على حقوقه. وهو طبعا وهو ما سنلاحظ، يعني أفهم من كلامك أستاذ منير قتال أستاذ القانون بجامعة الجزائر بأنه لابد من إعادة النظر في هذه المادة، لابد من التمحيص، لابد من التوضيح والتفصيل أكثر وأكثر والتوضيح بخصوصها. أشكرك جزيل الشكر أستاذ منير قتال أستاذ القانون بجامعة الجزائر على قبولك الدعوة في هذه الأمسية والدخول معنا على المباشر في هذا الموعد الإخباري. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.